السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نتعلم قصة جميلة جدا باللغة الإنجليزية. سوف نحسن النطق ونكتشف مجموعة من المصطلحات المهمة جدا. خذوا ورقة وقلم وانتبهوا جيدا. لدينا Jack was hungry. Jack was يعني كان. Hungry وهي جائع. Jack was hungry. كان جائع. So لذلك نتيجة so لذلك he went to the kitchen. He went ذهب. To go في الماضي كتولي went بالضربين. Went to the kitchen ثم ذهب إلى المطبخ. Kitchen the kitchen. He opened هو فتح. Opened فتح the fridge and found fridge وهو أو الثلاجة fridge وليس fridge and found يعني وجد found only some potatoes only يعني فقط only some bad potatoes يعني bad البطاطس and old apple ثم و and old apple تفاحة قديمة old يعني قديمة old apple he ضمير هو he didn't like apples لا يحب التفاح didn't في الماضي النفي في الماضي نستعمل didn't like apples he made يعني صنع he made some tea يعني قام بتهيئة الشاي and ate cookies ثم أكل الحلوى cookies with it and ate cookies with it ثم أكل it في الماضي ate في الماضي cookies with it معه ضمير it هو ضمير يعود على الشاي tea and ate أكل في الماضي to eat verb to eat في الماضي واللي ate cookies with it معه يعني مع الشاي he was tired فس يعني tired يعني تعبان tired but he couldn't ولكن لم يستطع il ne peut pas بالفرنسية نقول il ne peut pas couldn't he couldn't L لا نقوم بنطق هذا الحرف L couldn't sleep لم يستطع النوم sleep he played لعب ثم لعب هو لعب with his phone ثم لعب مع هاتفه his phone until يعني حتى إلى غاية until one in the morning حتى الواحدة صباحا then went to bed يعني ثم ذهب إلى فراشه أو إلى سرير النوم bed هو الفضاء أو السرير الذي ينام عليه الشخص to bed إذن هذه القصة المخصصة لجاك إذن سأحاول قراءة هذه القصة بدون انقطاع بدون توقف لكي تتعلموا وتحسنوا على مستوى النطق. Jack was hungry, so he went to the kitchen. He opened the fridge and found only some potatoes and old apple. He didn't like apples. He made some tea and ate cookies with it.
He was tired, but he couldn't sleep. He played with his phone until one in the morning, then went to bed. إذن هذه هي القصة. لا تنسوا مشاركة الفيديو على صفحتكم بالفيسبوك وكذلك على مستوى المجموعات والصفحات، وإلى اللقاء.